دق بابي يوما ضيف ما له في اللؤم وصف، نفسنا للكرم تهفو، نحن قمنا له بالواجب، ضيفنا قضى عندي شهرا لم يشأ أن يرحل غدرا، وادعى طغيانا كفرا أنه للبيت صاحب، بهدت من ضيفي وذهلت وصحت للعالم وصرخت للضعيف لا يسمع صوته والقوي دوما عايب. رحت للأمم المتحدة طالبا لي منها النجدة، أنكرت حقي في العودة وادعت بأني كان